يا شيخ عبد الكريم، راحت عليك سالفة قالها التاجر. وش هي السالفة؟ يقول انه فيه رجل كريم ذاع صيته بين العرب. صحيح يا سمير؟ والله يا شيخ ما ظنيت انه في احد يشبهك بالكرم والطيب. مير انا مريت برجال عنده كرم وطيب ونخوة مثلك. زين، من هو الرجل هذا؟ خلف ابن دعيجة. خلف ابن دعيجة؟ وين ديرته؟ بين الجوف وتبوك. مين منكم اللي سمع به؟ هذا أول مرة نسمع به يا شيخ. أول مرة نسمع به. جهزوا الركايب وزواده تكفينا شهرين. وانت روح يم التاجر سمير وقول لي يجينا هذا. يلا. وين يا شيخ؟ ودي ازهم يم الجوف وتبوك. ودي ادور على الرجل الكريم هذا واتعرف عليه وضيف عنده. بعيد يا شيخ. وش عليه؟ احسب اني ساير غزوه بعيد، لكن الرجل هذا ودي اشوفه واتعرف عليه. هلا يا سمير، تفضل. هذا خير خير يا شيخ؟ خير، ما منا الخير يا سمير. ودي تخاويني لديرة خلف ابن دعيجة، وش رايك؟ وضايع، وش يصير بيها يا شيخ؟ انا جيت الجزيرة حتى ترزق الله. جارتك ورجالك يظلن بديرتي، بل حفظ وصوني يا سمير. مير الرحلة هذه لابد انك ترافقني بيها، ودنت الخاوة. اذا رحنا ولقينا الرجل على ما وصفت، تكون رجل صادق وتعرف مقادير الرجال. ودي اعطيك لين ارضيك. انا احب الرجال الكرمة، والكريم هو الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله اني صادق يا شيخ. مير توكل على الله وقوم جهز نفسك. الديرة هذه وش اسمها يا سمير؟ هذه يقولون لها بسيطة يا طويل العمر. هي بعيدة عن ديرة خلف؟ لا ما هي بعيدة، مقرط العصر. زين، نوخم ودنا نمرح ونرتاح. هذا بس هذه الأرض ما بيها شيء يا طويل العمر. ما عليه، ما يخالف، نوخم. الأمر يا شيخ. تعال يا سالم. هذا الأرض يابسة وبيها حجر ندق بيه وتعال. ما عليك ما عليك يا شيخ. قدام اكو ارض اخير من هذه، فيها حجر وفيها شجر وفيها ما بعد. يا رجل قلت لك ما عليه. سالم هامريش، روح يم الشيخ خلف وقول له باكر احنا ضيوف. هامريش خلف، من هذا الرجل؟ مرسال من احد شيوخ العرب. وش يريدون شيوخ العرب؟ هو ما قال وانا ما نشدت بعد. يعي يعونه باكر بدنا الله انها جنب بسيط. صار يا اخو شيخ خلف، انا اروح معكم باذن الله، ترى طريقي من بسيطه. الله يحييك التاجر، الله يحييك يا شيخ خلف. نسينا الحطب والهوادي، وان شايف بسيط ما بها شجر ولا حجر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا بالتاجر. شلونك؟ الحمد لله، شلونك أنت؟ الحمد لله. عساك بخير. بخير بخير من الله. وش اللي جابك لهذا البلاد؟ جيت مع الشيخ عبد الكريم دليل، اللي تمنيت أنك تلقاه. يوم سمع عن كرمك وطيبك، قال لابد أن يضيفك، وهذا هو ضيفك. إي والله بخاطر أشوف. الله يحييه. من ممشاه الملقاه. بدنا الله هالتاجر ابيض وجهك. بضايعك وين؟ بضايعي ظلت بديرة الشيخ عبد الكريم. زين يا التاجر زين، روح عند ابو خوذ الحين وقل له يا هلا ابوه ببيت خلف. ابشر يا شيخ ابشر، اسلم عليكم. بامان الله. يا هلا بك يا ابو خوذة، يا هلا بك.
السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. هاي سمير. الشيخ خلف يدعيك المجلس. زين. علمت منه ضيفه؟ اي علمته. وقلت له ضيفك الشيخ عبد الكريم ابو خوذه. ويوم جري فرح. زين. خلنا نتقهوى بالاول ونروح. طب لك هوا يا ولد. ودي اياك تنزل طاقات القماش اللي عندك كلهن هاي. طاقات القماش كلهن؟ وش ودك بيهن يا الشيخ؟ اتمع عليك وباذن الله انطيك ثمنهن وزود بعد. تامر يا شيخ خلف. بارك الله بك. بارك الله بك. علي. تامر يا شيخ. ناد خضر. وخله يذبح اني اكلهن. ليه يا شيخ؟ مثل ما قلتك لا تسأل. نادى الحين يا خضر. خضر يا جماعة الخير، وش الريحة هذه؟ ما تشمون ريحة شعار؟ يا سالم قم شوف وش اللي ينحرق. تامر يا شيخ. انتم ما تشمون مثل ما نشامي الربع؟ اي بالله. اي بالله مكسر. هاي يا سالم، شفت وش اللي ينحرق؟ والله يا شيخ شفت شيء اول مرة اشوف. وش شفت؟ تفضل شوف عيونك يا شيخ. فج الجدر يبا، فج الجدر. سوي جاه. حركة حركة. خلاص عنده مكان. وش هذا يا خلق؟ وش هذا؟ ما شاء الله عليك. مش على النار بدهن. ومهودة على روس الفطر؟ لا 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 لا، هذه والله ما صارت يا الربع، ما صارت. نقوم بواجبك يا راعي الطيب. والله هذه ما حد سواها قبلك يا خلف. حنا ما نجيب الكرم والجود، خيط من خيوط عباتك يا الشيخ. هذا من طيب أصلك يا خلف. وأنا أشهد أن سواتك هذه ما حد سواها قبل. لأنك صادق يا سمير. يا شيخ هل المنايا تعدى والموت يبطي مثلكم ما يمره، والطيب يوجد في مثلك وشرواك، والناس ياتونه وهو في مقره. الله الله، أبشر باللي وعدتك فيه يا سمير. وش السالفة يا الربع؟ أنا أعلمكم بس السالفة، أعلمكم برخصة اللحية الغانمة. حضروا الركاب يا الربع، الديار طلبة أهلها. تو الناس يا بصفر، ما شبعنا من شوفتك. والله ولا حنا شبعنا منكم يا بعد حي، لكن تعرف قدامنا مسير طويل، وانت البركة فيك ما قصر. يا تاجر اسماعيل. هلا هلا يا بشير. لأنك عرفتني على هاللحية الغانمة، على هالأجودي، لك عندي عطيتي زينة. نغف الله عليك يا ابن دعيجة. شوفوا لأن قد كل غان عليك زود. يحلف عليكم يا الربع. السلام عليكم. السلام الله. يا شيخ خلف، أسواها اللي سويتها اليوم ترفع الرأس، ورايحة تكون على لسان كل العربان، من الولد لولد الولد. أنت يا شيخ مهودي على روس الفطر، ومع من؟ مع رجل مشهود له بالطيب والكرم، ابو خوذة. وانا والله وين ما اروح لأسولف بيها. انت التاجر تجي معنا، لاجل تاخذ حق غرضانك.